أهلا ومرحبا بكم أصدقائي صديقاتي على قناة بدر العتابي لتعلم اللغة الإسبانية. أتمنى أن تكونوا في أفضل وأحسن الأحوال. أشكركم جزيل الشكر على دعمكم المتواصل وإعجابكم بفيديوهاتي. درس اليوم إن شاء الله سنرى فيه الحروف في اللغة الإسبانية وكيفية نطقها مع إعطاء مجموعة من الأمثلة. قبل البداية المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لنبدأ على بركة الله. في البداية أود أن أشير على أن الحروف في اللغة الإسبانية لا تختلف كثيرا عن اللغة الفرنسية، ونحن إن شاء الله سنحاول الوقوف عند كل حرف وشرحه مع إعطاء مثال. لنبدأ بأول حرف، حرف A. A مثلا amigo، amigo صديق، amigo. B B مثلا barco، barco قارب، قارب barco. حرف C C، وهنا يجب الوقوف عند هذا الحرف. هذا الحرف يمكن أن ننطقه C، وكذلك يمكن أن ننطقه K. ننطقه C إذا كان بعده حرف A أو E. أعيد، ننطقه C إذا كان بعده A أو E. مثلا cerca، cerca وتعني قربة، cerca قربة. كذلك cita، cita موعد، موعد. كما لاحظتم في هذا المثال نطقناه c وليس ك. كذلك يمكن أن ننطقه ك إذا جاء بعده A أو O أو U. أعيد، يمكن أن ننطقه ك إذا جاء بعده A أو U. مثلا كاسا، كاسا منزل، منزل كاسا. كوراثون، كوراثون قلب، كوراثون. كوبو، كوبو، كوبو سطل، كوبو. كما لاحظتم ننطقه في هذه الحالة ك. حرف آخر دي، دي مثلا دولثي، دولثي حلو، دولثي حلو. اي حرف A مثلا empresa، empresa شركة، empresa شركة. F حرف F مثلا فاليث، فاليث وتعني سعيد، فاليث. حرف G، وهنا كذلك يجب أن نقف. هذا الحرف يمكن أن ننطقه خ، وكذلك يمكن أن ننطقه غ. ننطقه خ إذا جاء بعده أ أو إي. أعيد، ننطقه خ إذا جاء بعده أ أو إي. مثلا خنتي، خنتي الناس، خنتي. كذلك خيرار، خيرار انعطف، خيرار انعطف. كما لاحظتم ننطقه خ. كذلك يمكن أن ننطق هذا الحرف غ إذا جاء لوحده أو بعده أ أو أو. مثلا غرناطة، غرناطة مدينة غرناطة. غاتو، غاتو قط، غاتو قط. غرة، غرة، غرة
وتعني قبعة. غرة. غوابو. غوابو. غوابو جميل، كما لاحظتم ننطقه في هذه الحالة غا. أتشي. أتشي مثلا أمبري. أمبري رجل. هذا الحرف لا ننطقه ها، مثلا أن نقول هومبري، لا، أمبري. أمبري إي. إي إديوما. إديوما لغة. إديوما خوتا. خوتا هذا الحرف لا ننطقه جي ولكن ننطقه خوتا، دائما ينطق خاء. مثلا خوبين. خوبين شاب. خوبين شاب. كا مثلا كيلو. اللي لارغو. لارغو طويل. لارغو طويل. ايي. ايي هذين الحرفين ننطقهما ايي، يمكن ان ننطقهما يا وكذلك جا. مثلا يمكن ان نقول يوبيا او جوبيا. جوبيا مطر. جوبيا امي. امي مانو يد. مانو اني. اني نارانخا. نارانخا برتقالة. نارانخا اني. اني هذا الحرف لا يوجد في الفرنسية، فقط يوجد في الإسبانية وينطق ني. مثلا إسبانيا. إسبانيا أو. أورو. أو مثلا أورو. أورو ذهب. الذهب بي. بي بيردون. بيردون مغفرة. بيردون كو. كو مثلا كيسو. كيسو جبن. جبن كيسو. اري. اري مثلا ريو. ريو نهر. ريو اسي. اسي سالود. سالود الصحة. سالود تي. تي مثلا تودو. تودو الكل. الكل تودو. او حرف. او هذا الحرف ننطقه او. مثلا اوبا. اوبا العنب. اوبا العنب حرف ب وليس ف كما ننطقه في اللغة الفرنسية، ينطق ب دائما ننطقه ب. مثلا بالور. بالور قيمة. بالور حرف او بي دوبلي وينطق كاللغة الفرنسية. مثلا وليد. وليد وليد إكس. مثلا إكسترانيو. إكسترانيو غريب. إكسترانيو إغريغا. إغريغا مثلا يو وتعني أنا. يو وآخر حرف. حرف ثيتا. ثيتا لا ينطق مثل حرف زيد في اللغة الفرنسية، دائما ننطقه ثيتا. مثلا ثباتو. ثباتو حذاء. حذاء ولا يمكن أن ننطقه زباتو، فقط
ثباتو لأن حرف زد لا يوجد في اللغة الإسبانية، وكان هذا آخر حرف. وهذه هي أهم الحروف في اللغة الإسبانية والتي يمكن جمعها على الشكل التالي: A B C C D E F G H I J K L A Y M N N Y O P Q R S T U V W X Y Z. إلى هنا نكون قد أنهينا درس المتعلق بالحروف. إلى درس آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.